ويلكم تو ماي شانل. خلاص السنه الجديده قربت كتير وضايل ايام قليله ونصير بعام 2018. سو كل عام وانتم بخير حبيباتي، وشكرا كتير لكم وشكرا كتير لدعمكم، لانه انا بهذه السنه وصلت لنص مليون سبسكرايبر بفضلكم، وان شاء الله هيك دائما محتوى قناتي يضل هيك يعم بالفايده على الجميع. سو اذا منكم مشتركين بقناتي اشتركوا، طريقه الاشتراك كتير سهله، صورت لكم اياها لحتى تعرفوا كيف تقدروا تدخلوا على قناتي وتشتركوا بكل سهولة، وما تنسوا أكيد تفعلوا جرس الإشعارات. كمان في شغلة كتير مهمة لكل اللي عم يتابعوني، أحيانا كتير بترجعوا تسألوني أسئلة إجابتها بتكون موجودة بخانة المعلومات. سو صورت لكم أنا كيف تقدروا توصلوا لخانة المعلومات اللي هي بتكون موجودة تحت كل فيديو لحتى تسهل عليكم أكتر. وما تخافوا ما نسيتكم، مكياج راس السنة رح ينزل إن شاء الله يوم الأحد الجاي. أنا اليوم حبيت أشارككم الأشياء الجديدة اللي اخترتها من موقع شين، وطبعا اخترت أشياء وتأكدت أنها توصل لي قبل نيو يير، لأنه في دريس هو اللي هلبسه بحفلة راس السنة. ليترلي أنا مش عارفة وين بدي أروح لسه، سو ما بعرف، بس anyway اخترت سيكونس دريس رح تتعرفوا عليه بعد هيدا الفاصل. أول شيء رح أخبركم عن الدرس اللي أنا رح ألبسه بحفلة نيو يير. اخترت هيدا الدرس، كنا بنعرف إنه بحفلة نيو يير الكريسماس كتير بتطلع ترند السيكون مثل ما أنتم شايفين هيك. هيدا الدرس طبعا رح نزل لكم صورة الموديل وهي لابسيته، هو هون مثل ما شايفين سباكيت ستراب، كواليتي تبعه بجنن، واخترت قياس لارج. طبعا خليني اخبركم على سعره 22 دولار. عشان اكون بالسيف سايد قلت خليني اختار تو دريسز، يعني اذا واحد ما كتير عجبني البس الثاني. سو اخترت هيدا الدريس باللون الاحمر اللي شايفينه هلا على الموديل، وسعره 17 دولار، يعني سعره كتير 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 مناسب. وطبعا اخترت قياس لارج، وهيدا هو الدريس وشكله تماما نفس ما هو موجود على الموديل. وثالث فستان بس شفته قلت لازم اجيبه لان شكله كتير 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 كلاسي وكتير مناسب لطلعات الشغل ميتينجز وهيك، وهو درس مقلم باللون الابيض والاسود، كتير حبيت. رح تشوفوا صورة الموديل وقت ما هي مرتديته ببين كأنه لابسة كيب قصير على الفستان من فوق. كتير حلو، كتير إليجانت، كتير بيطلع حلو مع كلاتش وكعب عالي، فبحسه انه كتير عملي هيدا الدرس. وسعره 29 دولار. رح فرجيكم هلا الماتيريال تبعه كتير 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 فوق ما بتتخيلوا حلوة، وهيدي خياطته اخذت طبعا قياس لارج، وهيدا هو الفستان الثالث. اما الفستان الرابع اخترته لانه كتير عملي، هو الدرس اللي انا لبسيته هلا ورح فرجيكم صورته على الموديل كمان باللون الاسود والابيض، وسعره 17 دولار. واللي حبيته فيه انه هيدا الفستان كتير عملي خاصة ايام التصوير، ما بحب لانه كتير ببدل ثيابي بالاستوديو لما يكون عندي تصوير تلفزيوني. سو بحبه انا رايحة اكون لابسه شيء كثير خفيف، يعني اشلح والبس لبس التصوير، ولاني بدل كثير بالتصوير بعدين اخر يوم بقى خلص يعني بمل، لا بدي بكي البنطلون ولا بدي البس شيء من هون، بدي شيء يلا هيك واروح على البيت. وعلى فكره انا ليترلي الايام الاخيره يمكن صار لي شهر بروح التصوير بالشحاطه، يعني لانه هنيك رجلي تقريبا بتنكسر من الكعبه عليه. سو بدي شيء كثير عملي، بدي شيء كثير خفيف، رايحه على السوبر ماركت، قاعده بالبيت، اجاني ضيوف، يعني هالقصص، فهيدا الدرس كثير كثير مناسب لقعده البيت وفي نفس الوقت كلاسي، يعني شكله مرتب. سو هيدي هي الاشياء اللي اخترتها من موقع شين هيدي المره. بنهايه هذا الفيديو حابه اقول لكم كل عام وانتم بخير يا رب، ان شاء الله ايامكم كلياتها مو بس سعاده، مو بس فرح، مو بس وناسه، مو بس تنسوا همومكم، مو بس تجيكم اشياء واخبار حلوه، مو بس تحققوا احلامكم، كل شيء بتتمنوه يا رب يتحقق. الله يجمع بينكم وبين كل الناس اللي بتحبوهم، والله يبعد عنكم كل الاشخاص اللي حابين يضروكم، وان شاء الله بتمنى لكل متابعاتي الصحه والسعاده وكل شيء حلو بهالعالم يتوفر لكم بعام 2018. مني لكم كل عام وانتم بخير، انا كثير بحبكم، ما تنسوا تشتركوا بقناتي.